كان محمد إسماعيل أو محمد كمال إسماعيل مبدع في كل شيء. بيحكي مثلا أنه كان نفسه هو يخلي ألوان مداخل المسجد النبوي مختلفة عن أي لون تاني، فجاب نوع من الجرانيت نادر جدا وحرقه، فأصبح لون جديد غير موجود في العالم إلا في المسجد النبوي الشريف. هو صاحب برضو إبداع رخام الحرم النادر اللي بيطلع ساقعة في عز الحر، رخام تمشي عليه يطلع ساقعة في عز الحر. بيقول محمد كمال إسماعيل عن الرخام ده قصة عجيبة جدا، إنه كان حلمه إنه يعمل الحج مريح للناس ويخلي زيارة مكة والمدينة متعة روحية خالصة من أي تعب. فقعد يفكر إزاي يتغلب على حرارة ساحة الحرم المكي، خاصة إن مكة معروفة بدرجة حرارتها العالية جدا. وصل إلى فكرة إنه لو وجدنا نوع من الرخام يحتفظ بالبرودة بالليل ويعكسها، يعكس الحرارة في النهار، يعني ممكن تحل المشكلة. ودور على النوع ده لحد ما لقى رخام نادر جدا اسمه تاسوس. الرخام ده موجود في جبل صغير في اليونان، والرخام ده فيه الوظيفة النادرة دي، انه يحتفظ بحرارة الجو بالبرودة بتاعت الليل والصبح يعكس درجة الحرارة. فسافر هو لليونان مخصوص وتعاقد على شراء نصف الكمية الموجودة من الرخام النادر في الجبل ده، ودي كانت تكفي تغطية ساحة الكعبة المشرفة. وبعد 15 سنة طلب منه مكتب الملك فهد انه يشتري نفس نوع الرخام عشان نحطه في توسعة المسجد النبوي. بيقول المهندس محمد كمال إسماعيل: انا خفت جدا لما طلبوا مني كده، لان الرخام ده مش موجود اصلا في الارض كلها الا في اليونان في جبل معين، وانا اشتريت نص الكمية وخلصت، اشتريتها للحرم المكي وحطيتها هناك، فصعب جدا بعد 15 سنة يلاقي النص التاني ما تباعش. مر زمن كتير جدا، 15 سنة، لكنه جرب حظه وسافر محمد كمال إسماعيل لليونان وقابل صاحب الشركة وسأله: أنا اشتريت منك من 15 سنة الرخام ده نص الكمية، النص التاني فين؟ فالراجل رد عليه وقال له: اتباعت، ده اتباعت بعدك على طول. حزن محمد إسماعيل وهو خارج من الشركة، وجات له فكرة إنه يسأل السكرتير عن مين اللي اشترى، مين الشركة اللي اشترت النص التاني.